فرح في دبي. امال مين اللي كانت بتكلمني من الاوتيل؟ كنت عارفه ان انت مش هتعملها، عشان كده قررت انا اعملها بنفسي. اوعى تقرب لي. وبدل ما انت واقف عمال تهلفط في الكلام، شوف هتتخلص من الزباله اللي جوه ازاي. اللي اتقتلت بسكه الاوتيل اللي انت نازل فيه باسمك وبطاقتك. انا ممكن اقتلك، وزي ما هخلص من جثه هخلص من اتنين. كنت عملتها قبل كده، ما كانش زمانك دلوقتي ملطوط بجريمه قتل. لا، اتنين. عايز تخليهم ثلاثه؟ أنا لو ما خرجتش من هنا سليمة، فرح هتبلغ عنك، هتقول لهم مين اللي فتح لي الشباك ودخلني هنا من الحمام، هتقول لهم مين اللي خبط في ريال وطلع يجري زي الكلب. مش كده وبس، هتوريهم الفيديو اللي أنا مصوره واحنا بنتفق. شوف لك بقى محامي ابن جنيه يطلعك من كل ده. حتى لو عرف، فاكر ان انت هتموتني وتورس؟ انا كتبت كل حاجه باسم فرح، يعني حتى لو حصل مش هتاخد مني ولا مليم، هتبقى عملت كل ده على الفاضي وهترجع للمربع صفر. يا تتعدم يا تعيش طول عمرك هربان ومفلس. يلا، اتنين مفلسين قتلين قتلة خلصوا على بعض. ولا نعقل كده ونكمل بقية اتفاقنا.